لأني مؤمنة الإيمان برب العالمين. أنت بتشعري بحالك أنه أنت بأمانة whenever you are، وين ما بتروحي. بالفعل واحد بده يحس بالأمان ليحس بالسلام كمان. لكن المشاهدين مكملين معكم على الصباح أرض وورد مع كندا، واليوم كل الشتول والنباتات والأشجار يلي بترمز للسلام رح نحكي عنها. صباح الخير كندا. صباح النور. نعرف كثير أنا اخترت السلام. أنتو شو اخترتوا؟ بدعيكم لتختاروا السلام كمان. أكيد. بالفعل اخترت السلام وعلقت الشجرة، يعني النبتة الخصلة اللي شلتيها من شجرة اللي بترمز للسلام من زمان، بنعرف مع الحمامة وغصن الزيتون بترمز. مزبوط. وكنت عم تقول عن كل النباتات، الحقيقة أنه الزيتون هو يمكن من الأشجار الأكثر شيء. هلأ في كتير أشياء تانية ونباتات أصغر، بس كشجرة شجرة الزيتون وعبر كل العصور وكل الحضارات هي الشجرة يلي بترمز للسلام. تعرف ليش بحطوا الحمامة يلي بحاملة غصن زيتون؟ لأنه من زمان الأساطير بتقول أنه سيدنا نوح وقت اللي خلص الطوفان يلي كان حامل له خبر أنه خلص الطوفان هي حمامة حاملة هالغصن الزيتون، ومن وقتها صار هيدا هيدا الشجرة هي يلي يعني نزل منسوب المياه وبينت الشجرة وقدرت الحمامة تاخد منها خصلة. مزبوط. وحتى بيقولوا أنه بأتينا، يعني إذا بدنا نحكي عن حضارات تانية وثقافات تانية، بأتينا هي الإلهة أتينا وقت اللي كان صار في بينها وبين زوس خلاف فرخت شجرة زيتون بالأكروبول باليونان، وبيقولوا بالأساطير اليونانية أنه هيدي هي الشجرة يلي منها بلش يتكاثر شجر الزيتون، وهي كانت أول شجرة زيتون بالعالم مثل ما قلت حسب الأساطير اليونانية. ومن ثم مشان هيك هلا إذا بتروح على اليونان بمنطقة الأكروبول بتلاقي في كتير شجر زيتون قديم، الأسطورة بتقول إنه هي من وراء. أنا مثلا بسمع وأعرف إذا صح إنه اللي بتحل الخلافات هي شجرة كمان بتورد اسمها الفتنة، يعني عملها غير اسمها. مظبوط. هلا هيدي لانه لها زهره ولها ريحه حلوه، ما قدرت لاقي لها يعني قصه اذا بدك التاريخ القديم او الحديث، بس نحن بس يلي بنسميها فتنه بمنطقتنا العربيه، يعني اسمها بالعربي، بينما باللغات الثانيه ما لها دلاله انه هي بتحل الخلافات. فبركي القصه هي كثير محليه ولوكال بمنطقتنا. على كل حال مثل ما قلنا الزيتون هو رمز للسلام، وأكيد الزيتون بذكرنا بفلسطين كمان، وهي منطقة كتير معروفة بزراعة الزيتون وهي أرض مقدسة. فالزيتون من زمان هو تعتبر رمز للسلام بالعالم. هون عم نشوف أشجار زيتون القديمة، شوف قد ايه بتقدر انه يكون جزعة سميك كتير. قد ايه بتعمر؟ وبتعمر عم نحكي 300 سنة بتقدر تضل شجرة الزيتون الوحدة، وهذا هو غصن الزيتون يلي هو رمز للسلام، وهو يلي حملته الحمامة لحتى تبشر نوح بنهاية الطوفان مثل ما خبرنا الخبرية. وهذا غصن زيتون لإلك جوزيف لحتى هيك تضلك حاسس بالسلام. ورح أعطي كمان لشادي، بركي بعم بيناتكم السلام يا جوزيف. سلام. هي اليوم عامل السلام. شاعر مع شادي العشق اللي عنا. بس بالإضافة لشجرة الزيتون اليوم حابة أنه نحكي عن كل الأشجار بشكل عام. اخترت 10 أشجار يلي أكثر شيء عندها دلالات وعندها رمزية مثل ما قلت عبر العصور عبر التاريخ لكتير أشياء. رح نحكي عن رمزية الأشجار. بتعرف أنه دايما الشجرة من زمان بنقول شجرة الحياة، شجرة العيلة، كل هالأشياء هيدي يلي كتير إلها دلالات، مش بس لأنها خضرة ولأنه حلوة ولأنه منزرعها بجنينة، ولكن كمان إلها أبعاد كتير فلسفية. ومن زمان بيقولوا أنه الشجرة هي قادرة أنها تجمع ثلاث عوالم أو ثلاث
عالم يعني بنفس الكائن الحي اللي هي تحت الأرض، لأنه بتمد جذورها تحت الأرض وبتقدر أنها تغوص لكل شيء تحت الأرض لحتى تمد وتثبت حالها. وبعدين في عندك القسم يلي هو على الأرض يلي هي أكيد الجذع والأغصان الأساسية منها، وبعدين عندك السماء. هيدول هن ثلاث أشياء. السماء يلي هي الفروع الجديدة بتبقى فاتحة ورايحة طالعة لفوق لحتى تنبش على الضوء، وبهذا الشيء كتير بيشبهوا الشجرة للإنسان ولحياته ولهالسايكل يلي بيعمله، يلي هو كمان بيخلق من الأرض من التراب لحتى يعيش على هالأرض بثبات، ولحتى يطمح لبعدين كل شيء روحاني وسماوي والأغصان الجديدة والشجرة يلي هي بترجع بيموتوا وراء أو بيرجعوا بتفرخ عن جديد، كمان بتشبه كل هالحياة يلي بيقضيها الإنسان ويلي بيرجع بيموت. شجرة صلبة مثل الإنسان يعني ممكن شروشة تخرق الصخرة كمان. مزبوط. والعناصر يلي موجودة بالشجرة هي، إذا بدنا نحكي بالأديان السماوية، العناصر يلي موجودة بالشجرة هي العناصر الأربعة للحياة يلي هي الأرض التراب، ويلي هي الهواء لأنه بيلعب فيها الهواء وهو كتير ضروري لحتى تقدر أنها تعيش الشجرة منيح، ويلي هي المي لأنه هي فيها سائل بقلبها وهو اللي بيعطيها الحياة، والنار يلي الخشب هو أكيد واحد من أهم العناصر يلي بيعطي النار. فحتى بالفلسفات التانية مش بس الأشياء السماوية، الشجرة كتير لها دلالات رمزية وروحانية وأبعاد غير انه بس الطبيعه وجمال الطبيعه يلي هو بيروق الانسان. رح نشوف سوا مثل ما قلت لك جوزيف اليوم 10 اشجار مع 10 معاني لالهم، ما بيرمزوا للسلام انما كلياتهم بيرمزوا لهم معاني ولهم ابعاد مثل ما قلت عبر التاريخ عبر اخبار قديمه او حتى ديانات بتعطيها بعض الابعاد تبعولها. ورح بلش باول شجره يلي هي الاكاسيا. هذه هي الأكاسيا يلي زهرتها صفراء مثل ما نا شايفينها، والأكاسيا هي كتير بيعتبروها رمز للتجدد وللخلود، تجدد لأنه والخلود لأنه كتير بيقولوا أنه تاج السيد المسيح وقت اللي انصلب كان معمول من شوك، الشوك هو من شجرة الأكاسيا، ومشان هيك بنقول هي التجدد والخلود من بعدها، لأنه لازم واحد يعرف يعيش لحتى يرجع يجدد، يموت لحتى يرجع يجدد حاله عن جديد وتتجدد الحياة. هون عم نشوفها هي شجرة حلوة كتير، وبيشبهوها كتير للشمس كمان لأنه هاللون الأصفر يلي فيها هو لون حياة وتجدد للحياة كمان. رح انتقل كمان لشجرة اللوز أو الأماضية يلي هي، شو معقولة توحي لك شجرة اللوز بأول الربيع؟ أنا بشوفها بيضة سلام، الحب، كل شيء ممكن، ليش لا؟ هي سلام إيه، بس هي كمان تجدد للحياة، وفيها شغلة حلوة كتير تجدد للحياة لأنه هي بأول الربيع وهي من أول الأشجار اللي بتبلش تزهر، بتعطيك هيدا الأمل بالحياة. شن هيك بتتأثر إذا شتت الدنيا مأخر شوي كتير؟ هذه 100% لأنه بدي أقول كمان أنه هي صحيح في صلابة بالأشجار وكل شيء، بس هيدي الشجرة يلي بترمز للفراجيليتي لشوي تفرج كمان الإنسان قديش بيقدر يكون ضعيف، لأنه من أول شتوة من بعد ما تزهر لح تتعب ويرجعوا يهروا أزهارها، فبترجع بتذكرنا أنه قديش الحياة هي قوية، بس بذات الوقت في أيام كتير ممكن أنه تكون كتير فراجايل ببعض المحلات. بتتزامن زهرة زهرة يعني بتزهر مع الزعرور تقريبا بنفس الوقت؟ بنفس الوقت بأول الربيع، ومثل ما قلت هي من أوائل الأشجار يلي ممكن أنها تزهر. ثالث شجرة هي شجرة الحور أو البولو يلي هون أنت قلت لي أنه أزهار اللوز بما أنه هي بيضة بترمز للسلام، شجرة الحور هي يلي
عبر الحضارات الكتيرة بترمز للسلام، لأنه أخصاء جذوعها هي البيضة، بتعطيك هيدي النقاوة اللي موجودة بالجذوع تبعولها، وما كتير موجودة بديانات إلا عند الشمان يلي هن نوع من الصوفيين بمونغوليا وبسيبيريا. أكتر شيء كانوا يعتبروها أنه هي كتير شجرة روحانية، وكانوا يعتبروا كمان أنه بيقدروا يعرف شو قدمنا طويلة الشجرة وما بتروح بالعرض، إنما دغري بتطلع على السماء. كانوا هالمتصوفين هيدول يطلعوا على شجرة الحور لحتى يصيروا أقرب للسماء، لحتى يقدروا أنه يكونوا على تواصل مع الآلهة، لأنه كان عندهم آلهة مش بس إله واحد، مع الآلهة أكتر يلي هن بالسماء. وهاللون الأبيض تبعولها هو يلي بجسد النقاء مثل ما قلت، والسلام بركة بدرجة أقل، بس لحتى ينقي روحهم ويقدروا أنه يتصوفوا بشكل أفضل. رح نحكي عن السنديان كمان، والسنديان صلب 100%. هيدي انا حسيت من كلمه سنديان وشكل الشجره. ايه مضبوط. والسنديان هي الشجره يلي رمز للصلابه وللقوه كمان، مشان هيك بتلاقيها كثير بالامبلام او الرموز والرسومات يلي هي موجوده بالقصور، وخاصه القصور الاوروبيه يعني بالرينيسانس عم نحكي، كان كثير بتلاقي. واذا بعدك يعني بتروح على هالقصور بتلاقي كثير رسومات على الحيطان، على الموزاييك يلي هي بالارض، دائما في ورقه هالسنديان يلي بترمز للملك يلي دايما كان يشبه حاله بالسنديانة، انه هو صلب، انه هو قوي، وانه هو بس في كذا نوع سنديانة. انا بعرف سنديانة غير ورقة انا مثلا. مزبوط، هيدا اللي عم شوفه انا. فرجيت اول صورة، لانه الصورة اللي شايفينها هي نوع من الكويركس. السنديان في كذا نوع، هيدا مش السنديان يلي نحن عنا اياه، هون الورقة عريضة، نحن عنا نوع تاني من السنديان يلي بيبقى له شوك، بس هيدي الورقة بالذات هي يلي منشوفها بالقصور الأوروبية يلي بتبقى طرية أكتر من السنديان يلي نحن عنا اياها. هل بلوط في بعض العالم بيشوه؟ ايه مزبوط مزبوط، مش كل انواع السنديان، في بعض الانواع يلي بتقدر انه تتاكل مثل كل الانواع التانية يلي بتبلش بعد شوي تعطيك الثمره تبعولها بنص الخريف تقريبا. بس هي بترمز للقوه مثل ما قلت، واكثر شيء بشدده انه بترمز للقوه المورال يعني النفسيه اكثر ما انه بس القوه الجسديه للانسان. هلا اذا بنشوف بالاديان، نبوءه السيد ابراهيم بلشت تحت سندياني، فمشان هيك بيقولوا انه هذا الجزء العمودي للسندياني هو التواصل كان بين النبي ابراهيم وربنا، لحتى يقدر انه يحكي معه كان عبر جزء السندياني اللي رايح وطالع لفوق. السلت كمان واحده من الحضارات الاوروبيه كانوا يعتبروا انه في حوريات بقلب شجر السنديان، لانها هي صلبه كانوا يتخبوا بقلبها، وكانوا ما يخلوا حدا يقص شجر سنديان وقت اللي بدهم يقصوا شجره لانه مضطرين او لانه ماتت. كانوا يعملوا كثير ريتويال او كثير صلوات لحتى يبعدوا هالحوريات عنا، مشان ما يرجعوا صوبهم او يعملوا لهم اي شيء بالمقابل. فبتشوف انه الاشجار موجوده، يعني موجوده مش بس بالطبيعه، موجوده بكثير من الاديان وكثير من الحضارات، حتى بالروحانيات تبعولها وبالابعاد الروحيه يلي ممكن انها تكون فيها. بنتقل كمان على شجره السرو. شجرة السرو شو بتحس؟ شموخ. وشو كمان؟ شموخ، صمود، خلود أكثر. خلود. إيه؟ خلود يعني الخلود وعدم الموت بالسرو. كمان بتعمر كتير بعرف. مزبوط، لأنه بتعمر كتير ولأنه بتضلها خضرة، هي من الأشجار يلي بتضلها خضرة على مدار السنة، ولأنه عندها هالشكل الهرمي يلي دايما راسها بيبقى لفوق للسماء، هي من الأشجار يلي بتعبر عن الخلود. عند اليونان رومان هي بتعبر عن كمان، لانه مثل ما قلت بتعمر كثير وشرشة بيبقى ثابت كثير بالارض، عن الطبقات
سفلية وخطر من الأرض. تنزرع حد البيوت بتصور لأنه ممكن يفوت شروشها بالأساسات؟ لا مش كتير، مش الثرو، الحور هو اللي أكتر شيء ممكن أنه يفوت شروشها بالأرض، بس الثرو لأنه شروشها جامدة بالأرض ولأنه عندها الخضار اللي هو دايما على مدار السنة، مثل ما قلت في كتير ديانات تعتبرها هي شجرة الحياة، واليونان والرومان هي من الصنوبريات. نعم. من الصنوبريات يعني بيعتبروها بالعكس شجرة الموت. بس لأقول الفكرة أنه مشان هيك بتلاقيها كتير بمنطقة المتوسط خاصة حد المقابر، منا خبرية حلوة، بس ليش بتلاقيها هونيك؟ لأنه الرومان واليونان كانوا يعتبروها هي شجرة الطبقات السفلية من الأرض، وكانوا كمان بذات الوقت يلاقوها أنه هي طالعة على السماء ودايما خضرة، فهي كمان رمز هالحياة ما وراء الحياة الموجودة على الأرض. خلص وقتنا، بعد عندك شجر بنحكي عنه بعدين. بعد بس بدي أقول هيك بشكل سريع، الغار أكيد هو بيرمز للنصر، النصر تاج الغار صحيح يعني، والنخل كمان يلي بيرمز للنصر، وبالأخير الكرمة يلي عندها كتير معاني روحية، أكيد بترمز للمسيح، لدم المسيح، ووقت بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، وكمان بكتير من الديانات التانية هي رمز للصداقة وللاتحاد بين كل الأشخاص، لأنه أغصانها بتمثل في عطب من العنب. صح. Thank you لك كندا. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم مع زودياك وكارمن واتصالاتكم المباشرة، خليكم معنا.